تنضم لنا الدكتورة عائشة بنت بشر، خبيرة رقمنة ومدن ذكية ونائب رئيس مجلس إدارة إعمار للتطوير. دكتورة عائشة، نجدد خالص وأصدق تعازينا لكم ونسألك اليوم. الحزن يخيم على كل الوطن العربي، ليس فقط على الإمارات، فما هي كلمتك اليوم للشعب الإماراتي؟ حقيقة يعني حتى الواحد ما بعرف كيف يتكلم، كأنها ذكريات 2004 تعيدنا في السعلينة. مصابنا في المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد النهيان ما توصفها الكلمات. هو ليس فقط فقيدنا احنا في الإمارات، لكن فقيد العالم وجميع الدول اللي بلغها خير دولتنا وخير الإمارات. نحن ندعو كل من يحب الإمارات أن يدعو لن يدخلها الله جنات النعيم ويرحمه. اليوم أثره مستمر في عمله الذي امتد أقاصي الأراضي على نهج الشيخ زايد رحمة الله عليه. أتقدم لأصحاب السمو الشيخ بالتعازي وأدعو الله أن يبارك في أعمارهم ومسيرة إنجاز الشيخ خليفة ممتدة فيهم وبتستمر إن شاء الله. وأتقدم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو الشيخ أخوته بالتعازي لوفاة أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان رحمة الله عليه. وعيد كلمات اللي تجسد شعورنا كلنا نحن أبناء زايد، إنا لله وإنا إليه راجعون. فقد فقدت الإمارات ابنها البار وقائد مرحلة التمكين وأمين رحلتها المباركة. مواقفه وإنجازاته وحكمته وعطاءه ومبادراته في كل زاوية من زوايا الوطن. خليفة بن زايد أخي وعضيدي ومعلمي، رحمك الله بواسع رحمتك وادخلك الله في رضوانه وجناته. اليوم كل شخص في دولة الإمارات حس أنه فقد أب، فقد معلم، فقد اللي أنار دربنا ومكننا اليوم أن احنا نطلع من 50 سنة إلى 50 سنة قادمة بإذن الله. لكن ما نقول غير إنا لله وإنا إليه راجعون، وإن شاء الله الخير في باقي الحكام. دكتورة عائشة، ما هي الثوابت والقيم التي زرعها الراحل في نفوس الشباب والشابات لإكمال المسيرة؟ اليوم يمكن مثل ما قال الشيخ محمد بن زايد، الشيخ خليفة كان قائد مرحلة التمكين. في هالمرحلة انتقلت دولة الإمارات نقلات وقفزات نوعية في سنوات حكم الشيخ خليفة. تم تمكين الشباب، تم تمكين المرأة، المشاريع اللي امتدت على جميع مدن دولة الإمارات وإماراتها. هذا كله يعطينا اليوم ان احنا حافز ان احنا نكمل هذه المسيرة، وما ننسى اليوم دعمه من بدأ كولي عهد لإمارة أبو ظبي إلى وفاته، إنه كان حريص إنه يشوف أبناء الإمارات رافعين الرايات عالية في كل المحافل الدولية، وبإذن الله راح نستمر في هذا الشيء. دكتورة عائشة بن بشر، خبيرة رقمنة ومدن ذكية ونائب رئيس مجلس إدارة إعمار للتطوير، شكرا جزيلا لك.